ازيكم؟ سؤال كتير جدا اتسالته واتبعت لي مسجز كتيره، هل البايوتين فورت والهير تونيك بيزودوا شعر الجسم وخصوصا لو حد بيعمل ليزر؟ تعالوا اقول لكم على الاجابه. طيب البرفكتيل ده والبانتوجار والهير تونيك وكمان البايوتين فورت، مبدئيا كل واحد وطبيعه جسمه، يعني في ناس جسمها هيتقبل الموضوع ومش هيزود شعر الجسم، وفي ناس هيحصل معاها ده، فان انا احكم واقول 100% هيحصل لك لا، بس غالبيه الناس بيحصل لها فعلا، وفي ناس كتير قوي خصوصا اللي بيعملوا جلسات ليزر بيحصل معاهم ده وبيزود فعلا شعر الجسم، فبلاش نعمل ده، وخصوصا لو حد اصلا مشعر يعني جسمه بيطلع شعر في العادي كتير. في كمان شكوى او حد قالها لي او حصلت مع حد يعني فعليا شفته في الصيدليه، ان البايوتين فورت عمل له حبوب في وشه، فلو بشرتك دهنيه اصلا ومن اقل حاجه بتطلع حبوب بلاش من البايوتين فورت. تمام، الامن حاجه والاكتر حاجه فعلا متجربه وامان هو البرفكتيل، والبرفكتيل خصوصا المستورد، يعني ده انا حتى جربته شخصيا، اولا ما زودش شعر الجسم خالص، انا بشرتي دهنيه جدا ومن اقل حاجه بتطلع حبوب فما طلعليش حبوب الحمد لله، نتيجته ظهرت من اول علبه، فعايزه اقول لكم كده. لو عايزين توصلوا للسعر كويس ليه وتلاقوه في مكان كويس ابعتوا لي على المسجز بتاعت البيج، هرد عليكم وهقول لكم على مكان كويس تجيبوه منه. بس دي كده كانت اهم فيتامينز، الاربع حاجات دول اشهر حاجات للشعر ولعلاج التساقط وانبات الشعر وبيجيبوا نتيجه فعلا، بس حاولوا نستخدمهم صح، وخصوصا لو الناس زي ما قلنا بشرتها دهنيه او مش بتستحمل او هم جسمهم مشعر، ندور على حل بديل تاني واستنوا فيديو جديد هيكون فيه الحل البديل ليهم.